إذن المركز الأول وميداليتين ذهبيتين في بطولة مستر أولمبيا 2022. هل معانا بطل تاني على طريق البطل المصري بيج رامي اللي ربما أنا عارف إن طبعا كان في بطولة تانية ولكن كان برضه في مستر أولمبيا؟ خلينا نروح للاس فيجاس سريعا معانا عبر تقنية زوم من الولايات المتحدة الأمريكية البطل المصري إسلام عبد المعين. أهلا بيك يا إسلام ومبروك حصولك على الميداليتين، وسريعا اشرح لنا الكواليس. اهلا وسهلا بيك استاذ مصطفى، واهلا بكل اهل مصر وشعبي والشعب المصري العظيم طبعا. الف مبروك. الف مبروك ليه كنتوا الاول اللي احنا رفعنا علم بلدنا في وسط بلد بتبعد عننا، يعني بالطياره بتوصل لها 14 ساعه علشان تنزل وتحقق حلمك، يعني حلم كل مصري اللي يرفع علم بلده ويبقى بالمركز الاول قدام اعلام أجنبية كتير. طبعا أنا مش عايز أطول عليكم، بفضل الله معاكم كابتن إسلام عبد المعين. كان الظروف كانت عندي قوية جدا إن أنا أتحدى وإن أنا أوصل إن أنا أحقق المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة البنش بريس والديد ليفت. طبعا كان معايا مطوشة قوية جدا وتحديت الصعاب بفضل الله، بس أنا بحب أشكر وأوجه رسالتي لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو الداعم الأول للرياضيين. يعني بفضل ربنا وبفضل الإمكانيات رئيس الاتحاد المصري للقوى البدنية اللواء محمود بركات وفرها لنا، فضلت يعني أعافر وقفلت على نفسي مدة 6 شهور كنت خارج البلاد بجهز إن أنا أعمل حاجة لمصر وأفرح شعب مصر كله، وفرح بالاخص الشعب السكندري اللي انا منه، وطبعا على اساس اللي انا بطل يا اسلام. والله يعني فخورين بيك كلنا. اسلام انت لابس الميداليتين صح؟ وريهم لنا كده. الف مبروك يا اسلام، يعني انك تبقى بالشيب ده وما شاء الله، يعني انت محتاج ان انت تدريبات مكثفه جدا جدا من وقت من بدري شويه. بدات تمرين امتى؟ طبعا. شديت على نفسك امتى؟ وبتاكل ايه؟ يعني عايز اعرف. حته الاكل دي سالت فيها كتير قوي الناس بتسال عن حته الاكل. طبعا اللعبة بتاعتنا لعبة القوى البدنية بتبقى محتاجة طبعا مجهود مضاعف عن لعبة كمال أجسام. أكيد. هي اللعبة مختلفة، يعني لعبة كمال أجسام لعبة شيب، لعبة قوى بدنية لعبة اللي أنت كل ما تاكل كويس هتشيل أكتر. إحنا لعبتنا معتمدة زي إيه؟ العامية كده، اللي بيشيل أكتر هو اللي بيكسب. فطبعا ممكن توصل مثلا في اليوم 10 أو 15 بياض بيض. طبعا بيتقسموا على مدار اليوم، ما بيتاكلوش مرة واحدة. طبعا كميه البروتين تبقى متقسمه، طبعا وجبات الفراخ والوجبات الصحيه عموما، يعني انا ما بمنعش نفسي عن الاكل الصراحه، اللي اهم حاجه ان انا بنظف الاكل بتاعي. طبعا ده اللي بيفرق معايا طبعا في الزيوت في الكلام ده عشان النفس، طبعا بيفرق معانا طبعا، مش الموضوع اللي انا ببقى عامل ضخامه ويبقى صحيح. نفسي ضعيف او لا، النفس طبعا لازم عامل اساسي اللي هو بيخليني اعرف اشيل الوزن او اشيل الحديده، تبقى حديده تقيله معايا، تبقى حديده خفيفه معايا، صحيح، ما تبقاش تقيله، صحيح. طبعا انا كابتن اسلام طبعا مقدرين طبعا ان في بروجرام يعني عظيم بتعمله، لكن انا عندي سؤال. مستر اولمبيا طبعا كان فاز بيها نجمنا الكبير بيج رامي، انا عارف ان هو في منافسات معينه او في بطوله معينه او في حاجه معينه وانت في حاجه تانية. انا هشرح. طمنا الاول على بيج رامي، اكيد انتوا اللي اتفضل. ان شاء الله باذن الله بيج رامي هيعملها السنه دي وهياخد المركز الاول. هو في كمال الاجسام انت بس في البنش بريس والديد ليفت ولا في اللي هي هو الايفنت واحد هو مستر اولمبيا. بس مستر اولمبيا سنه 90 معموله طول عمرها، معموله من سنه 90 مستر اولمبيا لعبه قوه بدنيه، لسه داخله مستر اولمبيا سنه 2017. ايوه تمام. فهي لسه داخله جديد اللعبه قوه البدنيه في مستر اولمبيا. بس هو بيبقى نفس الايفنت، يعني ايفنت واحد بيبقى
اسلام انت هم بيلعبوا كمال اجسام بيلعب في مسرح واحنا بنلعب في المسرح اللي جنبه على طول. احنا فخورين بيكوا كلكم يا اسلام، فخورين بيكوا، الف مبروك على الميداليتين، وان شاء الله يعني السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها كمان تشرف مصر. بنشكرك اسلام عبد المعين البطل المصري في العاب القوى.